دكتورة سامية، ما استمعنا إليه الآن يشير إلى قهر بالمعنى الحقيقي، وهي لا تجد أي من يساندها، وخاصة الثقافة المجتمعية المحيطة بها. ده حقيقي، ده حقيقي الحقيقة. يعني أعتقد كلنا إحنا بنشاهد هذه المشاهد الظالمة بنشعر بكثير جدا، مش لقهرها هي ولكن لقهرنا إحنا كإنسان. أنا شخصيا يعني وأنا بتابع ده كنت حاسة إن أنا اللي مقهورة مش البنت دي. وعايزة أقول إنه يعني هو معروف للنساء اللي للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا. فيعني ده حق المرأة، حق البنت، حق الست. مش معقولة أمها تموت وهي يعني مقهورة ويضربوها وقدام كمان من يجب أن يحموها مش يعتدوا عليها. حاجة تانية بتقول، أنا الظاهر إن الموضوع ده من زمان، من أيام المصريين، من أيام الفراعنة. أنا عايزة أقول دي مش تقاليد مصرية، بالعكس احنا عارفين انه ايام البطالمه كان في حاكم ظالم اسمه فيلوباتور، وكان معروف ان المراه المصريه عندما يكون لديها ذهب وتتوفى كل البنات هم اللي بياخدوا، مش الصبيان. وكان الابناء والاباء حتى بيتسموا باسم الام، فكان الأم والمرأة ليها يعني مكانة كبيرة جدا. فالحاكم ده كان عايز ان هو يكسر المجتمع المصري، يفتت المجتمع المصري. عمل ايه؟ طلع ميثاق انه مفيش امرأة تتملك لا أرض ولا أموال ولا أي من النواحي المادية الاقتصادية حتى تصبح ضعيفة، وكل ما تملكه يذهب إلى الذكور، سواء كان الأب، سواء كان الابن، سواء كان الزوج. وبكده أصبحت المرأة في ضعف كبير، وبكده كمان المجتمع المصري بدأ يتفتت. طب ما قوة هذا الميثاق أمام شرع الله، أمام كتاب الله، أمام حكم الأديان مجتمعة في هذا الأمر؟ في حتة بقى المهمة كمان، إن المسؤولين، يعني هي بتقول أمين شرطة، بتقول عمدة، بتقول كذا، كل الكلام ده الحقيقة. وأنا بشكركم ومجتمع على بشكركم طبعا على كل ده. لازم يتسجل، ولازم فعلا يكون لكل ذي حق حقي، لكن ما ينفعش انه يبقى بهذا وكاننا نعيش في غابه، وكاننا نعيش في، انا مش عايزه اقول. واين مسانده المجتمع؟ المجتمع هنا اين مسانده؟ المصريين مش كده. مصر الحقيقيه، مصر اللي هي كان فيها حتشبسوت ونفرتيتي وكان فيها الملكات، ده احنا عندنا في ملكه سبأ لما جالها اصلا رسول قالت لهم انا مش هقول اي راي الا يعني لما بالمشورة. اشوف مشوراتكم ايه. فقالوا لها نحن قولوا قوه، قولوا قوه، وقولوا بأس، ولكن سنترك لك كل ايه الأمر إليك. ده يعني عايزين اكتر من كده. يعني احنا سواء في الدين، سواء الموروث في التاريخ الحضاري بتاعنا، سواء الموروث الحضاري زي ما بتقولي كده، ده كله انا مش عارفه احنا بنطلع قدام ولا بنرجع. لا ان شاء الله بنطلع قدام، وان شاء الله بنطلع قدام، وان شاء الله نطلع قدام بهذه البرامج. طيب.